ده فكان غريب. طب انت ايه اغرب الحاجات اللي صورتها؟ في حاجات من بالطريقة دي؟ فين؟ اه ده طبعا ده كان من اغرب، كان احمد دوت انا اتعرفت عليه بعد كده، ولد في كلية الحقوق بس مصري قوي، فطبعا بما انه يعني تقريبا اخد خبرة في حكاية الغاز دي، فبيقول لي بالصدفة كنت نازل واشتريته، وكان شاري تقريبا بحوالي 25 جنيه. بس كده. اه بس طب ما ايه المواقف التانية اللي انت صورتها فيها نوع من الغرابة كده، يعني حاجات عجيبة برضو ممكن تدل على اختراعات المصريين؟ يعني برضو المصريين بيخترعوا حاجات كتير. اختراعات المصريين ساعة الثورة، كانوا عاملين طبعا الناس اللي كانت معتصمة في التحرير كان معاها موبايلات، فطبعا مش هيسيبوا الميدان عشان يروحوا يشحنوا الموبايلات، فكانوا واخدين تقريبا وصلة من عمود أو حاجة زي كده، ومش عاوز أقولك بقى كمية الموبايلات اللي قاعدة بتتشحن، يعني دي كانت من أغرب الحاجات، دي من الاختراعات فعلا بتاعة المصريين اللي عملوها. والموبايلات فضلت ما اتسرقتش وما لا لا ضاعتش لا خالص خالص، حوالي ما لا كنا مثلا عن 100 موبايل محطوطين كده جنب بعض قاعدين بيتشحن. المصريين اخترعوا وخدوا من ده حاجات عمود كتير، الكهرباء وتعاملوا عادي جدا. حاجات كتير قوي بس مش في الماسكات دماغي دلوقتي. اقول الفترة لي اللي عادي. فاتت دي كان في ازاز الكان بتاعت البيبسي بيقطعوها نص ويخرموها من تحت ويملوها شاش ويحطوا عليها خل وبيكوجيل وحاجات كده ويلبسوها بأستك. يعني مفيش ماسكات، يعني لما الباعة الجايين جم بقى وابتدوا يبيعوا ماسكات، بس كان قبل كده كان الناس بتتصرف، يعني كانوا بيتأقلموا سريعا مع أي موقف، يعني عملوا هم نوع من الماسكات مع الماسكات نفسهم. بتاعتهم ويخش جوه ويشيل القنبلة يرميها يحط عليها رملة بحيث تبطل مفعولها أو يحطها في المية، طب في الميه. أحد الحلول إن أنت تحطها في يا اما المية. يجيب جردل ويحط عليه. وبالنسبه لموضوع الحرائق اللي كانت في التلفزيون دي، الحرائق دي كانت بتتولع كتير عشان ريحه الغاز الخشن. ليه بقى؟ ما انا برضو ده سؤال عايز اعرفه. قالوا انه النار بتبطل تقريبا مفعول الغاز ولا مش بتاع؟ بتفتل، اللي هو الدخان، دخان الخشب اللي بيتحرق دوت بيقلل من ريحة الغاز اللي كانت في الميدان، لأن الميدان كان مليان فعلا غاز. وبعدين كان بيبقى في حرب بالليل، حرب عندك من الساعة 1 لحد تقريبا الفجر، طبعا ما كانش فيه مصور يقدر يدخل لأنه الأمن كان بيبقى قافل النور، فطبعا ما كنتش لو عملت ايدك كده ما كنتش هتشوف، فكان هيبقى صعب جدا ان احنا نصور. غاز الأعصاب بقى اللي كانوا بيرموه دوت، ده أنا أول مرة أشوفه، أنا أول مرة أشوف يعني بيترمي على حد، فكانت هو عملية يمكن صعبة برضه جدا. من اختراعات المصريين ان الغاز القديم كانوا بيستخدموا له خل، دلوقتي خلوا بيبسي. بيكوجيل وحاجات. طب علي، الصورة اللي كان فيها الـ النار دي كانت فين؟ محمد محمود، حلوة قوي. طب بس محمد هي محمود، صورة محمد محمود يعني في محمد محمود، انا عايز اعرف السيناريو اللي كان بيحصل كل يوم ايه؟ يعني برضو ما الثوار خلاص لما قالوا يا جماعه هدنه، الناس رجعت مكانها، ما معهاش سلاح وما معهاش حاجه في الاول ولا في الاخر. حلو. القوات الامن هي اللي معاها الاسلحه ومعاها الحاجات، لكن دايما كان في دايما بيتهم عنصر ثالث احنا مش عارفين هو مين. فايه اللي كان بيحصل يعني من اللي انت كنت بتشوفه وانتوا بتصوروه، بما ان انتوا معاكم عدسات مقربه بتصوروا من بعيد بتبقوا متابعين، كان ايه اللي بيحصل؟ اللي كان بيحصل في الأول كان بيبقى فيه الشرطة بتبتدي تهدى، فالناس بتبتدي تهدى، مجموعة من الناس تبتدي تقرب تشوف ايه الوضع دلوقتي، الأخبار ايه، مفيش غاز مفيش ضرب، أعداد تبتدي تقرب شوية، مجرد ما الناس تبتدي تقرب ضرب يرجع يشتغل تاني وهم يقربوا، كرر الفر ده كان شغال لحد ما حصلت الهدنة اللي هم لا انا ساعات عايز ثلاث ساعات اعرف جزئية انه فجأة لا دايما بتترمي فجأة من مولوتوف ناحيتين، وبيترمي دايما طوب. فجأة من ناحيتين، يعني الأمن مرة يقول خلاص العسكري يا جماعة خلاص كفاية نموت بعض، اسمع كفاية يا جماعة، الناس تبتدي تهدى وتبتدي تتجمع وخلاص في إحساس بالطمأنينة، خلاص الناس بتقف كده صف واحد كده وخلاص، ومرة واحدة قنبلة غاز تنزل فالموضوع يتجدد، وعلى العكس طب هو الناحية بص التانية برضو مرة واحدة واحد يحدف طوبة الموضوع يتجدد. طب ما هو في حاجة بس، يعني الطوب اصلها هم معاهم دروع يعني بيقدروا يستخبوا وراه، فالطوب ما هوش يعني اللي هو ايه الحاجه اللي هو مدمر يعني. مؤذيه جدا بالنسبه للقوات. هو السؤال دايما في الاعلام في بقى لنا كام يوم كده بيتم الكلام بشكل رسمي عن انه في صبيان من 13 ل 14 سنه دول فجاه بيظهروا ويبتدوا يضربوا هنا ويضربوا هنا، وان دول بيعتبروا الصبيان دول بيبقوا خارجين من المدارس، يعني تلاقي على ظهره الشنطة وفي وشه كمامة، يعني طب ما هو مين دول بقى؟ يعني خارجين من المدرسة، انتوا خارجين من المدرسة ومش فاهمين حاجة. خارجين من المدرسه وبيجوا معاهم مولوتوف؟ لا 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 معهمش مولوتوف، بيحدفوا امال طوب، هم بيحدفوا ايه؟ ما بيحدفوا احنا طوب. شفنا صبيان واقفين، يعني ده كان على الهوا، صبيان واقفين فوق عمارات
وبيحذفوا ازايز مولوتوف، ده احنا كنا شايفينه على الهواء. فهي كل فكره، ده هو السؤال بس من ملاحظاتكم، دول كانوا بيجوا منين؟ يعني دول كانوا بيبقوا في الميدان اصلا، ولا دول فجاه بيجوا كده لوحدهم، ولا ايه اللي بيحصل؟ في بعض منهم كانوا بيبقوا موجودين في الميدان، وفي منهم ناس بيجوا من مدارس، انا متاكد يعني مفيش واحد هيجي على ظهره شنطه مدرسه يعني يخش محمد محمود يعني. طب عمر قول لي انت لبسهم ايه شبه بعضه كلهم يعني، تحس ان هم في المدرسه يعني. طب عمر قول لي انت من مشاهداتك وتصويرك ايه اللي انت لاحظته في الموضوع ده؟ يعني برضو ان الناس اكيد على يعني بتشوف من بعيد، لكن على الارض ما هياش شايفه من قريب. طب هم دول جم منين؟ مين جه ايه ازاي؟ يعني دايما كانوا بيتهموا ان هم اللي بيولعوا المواضيع ما بين القوات الامن والمتظاهرين. لا هو زي ما علي قال، مش الناس اللي في التحرير هم اللي كانوا بيولعوا بيرجعوا تاني الاحداث تحصل، هو فعلا كانت بتبقى من الاثنين. انا ممكن بتكلم على اللي هم الصبيان 13 14 سنه دول فعلا الصغيرين اللي فعلا احنا مش بيبقوا عارفين مدارس. فجاه بينتشروا، ما احناش عارفين جايين منين فجاه. لا دول فعلا بيبقوا مدارس يعني. كمان معظم المدارس الحكوميه ما تقريبا ما بياخدوش شنط معاهم، بيبقوا سايبين الكتب بتاعتهم في الديسكات، فبيخلصوا المدرسه بتاعتهم وبيطلعوا على التحرير، لانه هما شايفين ان اللي مضايقهم في حياتهم واللي عارفهم وعارف اخواتهم الكبار واللي عارف اهلهم اللي هما العساكر والضباط اللي واقفين الناحيه التانيه. لا بس بيقال ان هم كانوا برضو بيضربوا على الثوار. لا اللي انا شفته واللي انا كنت مصوره ما كانوش ولاد صغيرين يعني، كانوا شباب. كانوا شباب، كان شباب. في اسلحه ناريه معاهم. لا بصراحه ما شفتش، ما صورتش يعني. انا ما شفتش ان هما كانوا غير بيحدفوا طوب، وحتى في صورة بس ما اعرفش وفي موجودة. صوره معانا هي على البلازما، صوره ولد صغير وجنبه والده تقريبا، ودي يعني الصورة اللي فاتت دي ما اشك من منظر الولد والراجل ان هم يعني يكونوا لهم علاقة اي بأي نوع من ودول. البصر. هل دول من الاولاد اللي دول من الشباب بيطلعوا من كلهم المدرسه يروحوا؟ مصريين، مصريين عاوزين يعملوا حاجة، عاوزين يغيروا حاجة، نفسهم يعيشوا في حاجة تانية كويسة. انما لا ما افتكرش ابدا إن، وبزعل جدا لما ما هو الاتهامات الامنيه بقى لها كام يوم بتتكلم انه بصراحه كده، انه الاولاد دول بيتم دفع مال ليهم يعني، وعشان كده بييجوا يدوهم ازايز مولوتوف ما دي ويدوهم كباسات لو خاروش اتهامات غلط، ما دي وطوب. اتهامات غلط، لان مفيش واحد هيفقد عينه صح، او ياخد رش او ياخد رصاص، في رصاص هيتضرب. احنا يعني في ناس كتير زمايلي مصورين ورحنا مشاهد زينهم وشفنا، ما ينفعش واحد ياخد في 50 جنيه ويروح عينه تروح. هو لو دخل الميدان وشاف الضرب، لا احنا بنتكلم على من يتمنى. انا يعني انا ما انا بص انا قصدي بتكلم كده، انا قصدي على قصدي من الروايه الرسميه اللي اتقالت، ويمكن مدير امن السويس انا قال كده رايي اهو. في الروايه الرسميه ان لو واحد، انا رحت خدت 50 جنيه عشان اروح اسير الشغب ودخلت محمد محمود لقيت واحد خارج متشال على الكتاف وعمال يخر في دمه، هاخد 50 جنيه واجري يعني، مش هقرب ناحيه الشارع ده خالص. مفيش حاجه هتدفعه تماما ان هو يخش الشارع ده ويشوف ناس، الناس بتخرج بقى من الشارع ده بقى كلها غرقانه دم قمصانها ووشها، فمستحيل يخش الشارع ده غير لو هو عايز يخش الشارع ده. انا بسال للتوضيح، لانه انا بتكلم على الروايه اللي تقال. انا بسال، كنتوا شهود عيان، وعشان كده وكاميراتكم وعدساتكم شاهده على المواضيع هناك، عشان كده انا بسالكم. وبعدين حاجه ثانيه يعني، لو الناس دول فعلا بلطجيه اول ناس هيعتدوا عليهم هو واحد يعني، هو لو ده بلطجي اسهل حاجه ان هو هيقوم ضاربني وياخد الحاجه اللي معايا. عمر الزهيري المصور الصحفي بجريدة التحرير، وعلي هزاع المصور الصحفي بجريدة الشروق، بنتمنى لكم التوفيق، وخلوا بالكم من نفسكم، وانتوا بتأدوا مهمة نبيلة، وبشكركم يعني بدا حتى عن البرنامج بتاعنا، مش هقول لك القناة كلها ولا الشعب كله يعني، بس نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا دي كانت فقرتنا، فقرتنا هتكون اللي جاية هتكون عن التصويت المصريين بالخارج، هتكون بعد الفاصل، تابعونا.